السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم دائما. كما شفتوا الواد راه حمل، الواد ديال زقزل، واد شراعة راه رجع فيه واحد شوية ما تبارك الله ما شاء الله، مع تساقطة الأمطار الغزيرة ديال البارح. المهم سبط عندنا الشتاء بزاف البارح تبارك الله ما شاء الله، في النهار وفي الليل. البارح يوم السبت في الصباح اللي بدات عندنا الشتاء، من تما وهي السبت تبارك الله ما شاء الله حتى قول حتى الصبح، هاد الليله كامله كذلك بدات الشتاء تصب. الحمد لله والشكر لله على كل حال. البارح كيما شفتو كنت طلعت للجبل باش ندير واحد الوصفه ديال طاجين ديال السردين، درنا نزهه انا واحد الصديق تما. ايوا ما كتبش. المهم صورت لكم الطبق ديال السردين في الدار، كملت لكم الفيديو ان شاء الله غادي ننشره قريب، غادي ننشره ان شاء الله. والواد ها هو ديال زقزل، ها هو حمل، رجع فيه واحد شوية ديال الماء تبارك الله ما شاء الله، يعني عاد الماء ديالو داير مخروط، الماء ديال الجبال. هاد الحملة هادي تجي من جبال زقزل، جبال بني زناسن. المهم الخوت الخواتات بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، غادي نصوركم مشاهد اخرى من هنا الفوق ان شاء الله، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونطلب الله يرحمنا برحمته. اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، الله يعطينا الشتاء لقد النفع، امين يا رب العالمين. مازال عاد السماء مغيمه، عاد عندنا حالة الشتاء تبارك الله ما شاء الله. وهنا راه نصور لكم الواد من البعيد، من البعد كما راكم تشوفوا. هو الواد هو يبان بالبعيد، شوفوا تبارك الله ما شاء الله الواد ديال زقزل هو حمل. شوف مازال عاد عندنا حال الشتاء. السماء مغيمة من اتجاه ديال التفوغات.
مع السما مغيمه ظلامت. منظروا معانا في الواد ديال زبزل من حمل، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، منظر جميل، منظر عجيب ورائع. هما الناس يجيو يتفرجوا، كاين اللي يعجبو المنظر ديال الواد من حمل اللي واو يجي بغي يتفرج.
اخوتي اخواتي مشاهدين قناه عبد الله البركاني، مشاهدين قناه احباب عبد الله البركاني، كما شفتوا هذا هو الفيديو ديال اليوم. المهم صورت لكم الاجواء ديال هذا النهار، صورت لكم الاجواء ديال واد زكزل من فاض كما نقولوا حنايا الواد حمل. كما قلت لكم هذا النهار يوم الاحد، والليله اللي فاتت امطار الخير، امطار غزيره بمدينه بركان. والمهم هذا هو الفيديو تاع اليوم كما قلت لكم، وهنا غادي نقول لكم بالسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله، فيديو في جبال بني زناسن او في داخل مدينة بركان او خارج مدينة بركان، جوايه ديال احفير بني درار. غادي نخليكم مع هاد المناظر الخلابة الطبيعية اللي في واد شرعة واد زكزل، هذا الربع الخضر هذا اللي نبت هاد الصيف اللي فات، هذا الربع كل صيف يعني ينبت. انظروا معانا والجو زين اليوم، نخليكم مع بقية الصور الرائعة من واد زكزل، وأي بلاصة تعجبني نبغي نشاركها معاكم باش تشوفوا، ونطلبوا الله يرحمنا برحمته في هذه الأيام المباركة. غادي نمشي لواحد البلاصة يبان لي فيها الماء بزاف نتاع الحملة تاع واد زكزل، خص ضروري ضروري نصورها لكم تشوفوا، وسمحوا لي حتى قلت لكم بالسلامة عجبني هذا المنظر هذا، بغيت نشاركه معاكم المنظر هنا يا شوف، شفتوا الحملة، شوف أنا راني هنا في هذه البلاصة عالية ما بغيتش نهود خاص صعيبة. وان شاء الله تزيد الشتاء تصب، وإلا زاد الشتاء نطلب الله يعطينا على قد المتاح، ضروري إلا زاد الواد حمل، لحقاش الواد من يحمل يزيد عمر الماء. وان شاء الله من صفا الماء غادي واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا كاع 5 ايام هكا صفا الماء غادي يولي صافي، نجي ندير لكم فيديو اخر باش تشوفوه.